أنا الطبيبة هنا عيسى عقلة، استشارية نسائية وتوليد، وتخصص في علم الأجنة وحالات الحمل الحرجة في مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية. في هذا الشهر، شهر أكتوبر، أغتنم الفرصة للتحدث عن ورم سرطان الثدي الذي يعد من أكثر الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم. تصاب امرأة من كل 8 نساء في العالم حسب الإحصائيات العالمية. وعلى الرغم من أن هذا المرض شائع وخطير، إلا أنه من الممكن استئصاله والعلاج منه بالكامل إذا ما لوحظ في المراحل الأولى. ومن هذا المنطلق ومنطلق حرصنا على سلامتكن، ننصح جميع السيدات بالفحص الذاتي الشهري للثدي والإسراع إلى الطبيب إذا ما لوحظ وجود أي كتلة في الثدي أو في الإبط أو تغير في لونه أو شكله أو أي إفرازات من الحلمة. وأيضا ننصح بالفحص الدوري عن طريق عمل أشعة الماموغرام والأشعة فوق الصوتية للنساء بعد سن 40 أو في عمر أبكر إذا كان هناك أي تاريخ سابق لهذا المرض لأحد أفراد العائلة أو وجود الطفرة الجينية المسمى ببركة. وختاماً، لكل أم وأخت عزيزة، حياتك تهمنا، اهتمي بها.